فيزياء الكم أو ميكانيكا الكم هي مجموعة من النظريات والقوانين التي تحاول شرح سلوك وخصائص الجسيمات الذرية المشكلة للذرات. بفضل هذه القوانين الغامضة والغريبة التي تعيد تشكيل فهمنا للواقع، نظرتنا إلى الكون تغيرت، حيث يسيطر علم الكم على كل ذرة وعلى أصغر جزء من كل قطعة في المادة، وفي النجوم والكواكب، وفي الحجارة والمباني، وفيك وفي أنا. نحن لا نلاحظ غرابة فيزياء الكم في حياتنا اليومية، لكن ستجدها دائما حولك إذا عرفت أين تبحث. عميقا داخل كل ما نراه وداخلنا، اكتشفنا عالما لا يشبه عالمنا المنظور أبدا، لنخلص إلى حقيقة عبر عنها أحد مؤسسي فيزياء الكم قائلا: كل ما نعتبره حقيقيا مصنوع من مواد لا يمكننا اعتبارها حقيقية بحد ذاتها. وتطور هذا العلم على يد مجموعة من العلماء، بدءا من إينشتاين الذي عندما تحدث عن الذرة والجزيئات والجسيم قالوا إنه أصيب بالجنون، فلم يستطع أي دماغ بشري استيعاب ما فكر فيه هذا العالم. وقيل عن هذا العلم أنه وهم الفيزياء وليس فيزياء الكم. وهذا العلم لو تعمقنا فيه سنبقى ساعات وسنوات دون أن نصل لنتائج حاسمة، ونخلص للقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليل، صدق الله العظيم. لذا أدعوكم لمشاهدة المزيد عن فيزياء الكم لتفهموا أكثر الكون الذي نحيا فيه. نعود لفيزياء حياتنا. الأفكار تولد بالتخيل، والتخيل يولد الرغبة في التجربة، والتجربة تصبح حقيقة. فكل العلماء تخيلوا وطبقوا أفكارهم لجعل العالم على ما هو عليه الآن. وأنت تخيل واحلم واسعى وطبق أفكارك، ودع خيالك يعيش ما تريد أن تعيشه أنت في الواقع، لعله يصبح الواقع. وكما يقال: ولنا في الخيال حياة. وأنا أشبهه بذاك النور المشع من النافذة في غرفة مظلمة. دمتم سالمين.